النوبة هي العمق الحقيقي لعلاقات مصر بشعوب وادي النيل، العلاقات المبنية على المصاهرة والعادات والتقاليد المشتركة والغنى. والغنى في النوبة المصرية بيوحدوا السلم الموسيقي الخماسي، وإن كان بيختلف في الإيقاع حسب اللغة، فادكي ولا كنزي. ولما نقول فادكي يبقى بنقول أشهر إيقاع عندهم الكومباك، وأسماء فنانين كبار عبدالله باطة والسيد جاير ومحي الدين شريف ودهب كبارة وفكر الكاشف وأحمد منيب وحمزة علاء الدين.